إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو درسنا السادس في حديثنا عن الغنى الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وما زلنا نتحدث عن موضوع القناعة حتى يعلم المسلم أنه مهما أوتي من من متع الحياة حتى ولو كانت قليلة، إلا أنه مع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعيش في مرحلة لا بأس بها إذا ما قارن حاله بأحوال السلف الصالح. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح، بيقول ثوبان رضي الله عنه: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. فثوبان قال: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا، يعني هو عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلب من أحد شيء، وفي الفعل مهما كان هذا الشيء يعني قليل ولا يسير ولا كبير، إلا أنه خلاص يعني طالما عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسأل الناس شيئا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي عبد الرحمن عوف بن مالك بيقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أو 8 أو 7، يعني اختلف في العدد، يقول إما 9 وإما 8 وإما 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. يعني من ضمن بنود المبايعة ألا تسألوا الناس شيئا. فالراوي اللي هو سيدنا عوف بن مالك بيقول: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني لو سقط منه شيء لا يسأل أحد أنه يناوله هذا الشيء الذي وقع منه، على أساس يعني أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم سؤال الناس شيئا. نذكر الآن قصة في طبعا هي حديث متفق عليه، والرواية التي سنذكرها الآن هي رواية الإمام البخاري في صحيحه، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه، مش في بعض، حتى في بعض ممكن نقول حتى في كثير من الأيام، تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجوع الشديد، وكذلك بعض الصحابة، حتى أن أحده لم يجد ما يأكله أيام متتالية. يمكن يعني واحد فينا مثلا لما بيات عليه يوم ربما يأكل في اليوم أكثر من 3 أكلات مثلا، أو ربما لو كرر مثلا أكل مثلا يومين متتاليين ربما يتضايق من هذا الأمر. لكن حينما نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد من الطعام ما يأكله، وهو يعني أفضل خلق الله على الله سبحانه وتعالى، بهذا المعنى ذلك أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. عن سيدنا جابر رضي الله عنه، كما قلنا أن هذه الرواية رواها الإمام مسلم في الصحيح ورواها الإمام البخاري، ونحن سنقتصر على رواية الإمام البخاري التي رواها سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بيقول: إن يوم الخندق نحفر، بيقول إحنا في غزوة الخندق، غزوة الخندق إلا غزوة الأحزاب، والتي سمى الله سبحانه وتعالى باسمها سورة في القرآن الكريم، سمات باسم سورة الأحزاب. فبيقول وطبعا هذه الغزوة كانت في العام 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: نحن في يوم الخندق بنحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني قطعة كده من الصخر صلبة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، هذه كدية عرضت في الخندق. يعني لم يعرف الصحابة أو لم يتمكن الصحابة من كسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه
لكي يقوم بكسرها أو إزالتها يعني من طريقهم في الحفر. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبطنه معصوب بحجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه الحجر، يعني هل رابط على، احنا طبعا احيانا بعض الناس بيربط على بطنه يعني ايه شيء كده عشان يعني عشان بطنه منتفخ فبيشد بطنه كده يعني، احيانا تجد بعض النساء في هذا الامر وبعض الرجال ايضا يقول لك انا على اساس ان ايه ان لا تظهر بطنه من شده الايه من شده البدانه يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رابط حجر على بطنه من شده الجوع. في ناس بتربط البطن من شدة الشبع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رابط البطن من شدة الجوع، فبيقول وبطنه معصوب بحجر، يعني وضع حجر على بطنه صلى الله عليه وسلم حتى لا يشعر ب ب ب تعرف لما الإنسان يكون جائع فمن الصعب عليه إنه إيه يعني يزيل عن تفكيره أنا ملجوء ولا يستطيع أن ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر على بطنه وعصبه حتى أن الحجارة تتمكن من بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول وبطنه معصوب بحجر. ثم يقول ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام لا يتذوقون شيء، لا نذوق ذواقا يعني معنى ذلك أن هذه الأيام الثلاثة لم يدخل في أفواههم شيء، يعني مش لا شيء لا, لا, لا ماء ولا تمر، ربما الماء ولا تمر ولا حتى يعني أي شيء يأكلونه، ولا نذوق ذواقه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دول في غزوة يعني برضو مش في حر، ويقومون بحفر الخندق حول المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني هذه الصخرة أصبحت متفتتة بعدما ضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر بيقول له يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، ائذن لي أن أعود إلى البيت، يعني هو رأى أن يعني ربما يذهب إلى البيت فيجد في بيته شيء يعني من الطعام يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له ائذن لي إلى البيت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا جابر فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يعني شيء من الجوع، ثم قال لها ما في ذلك صبر، يعني ده ما إيه ما يعني لا نستطيع أن يصبر، يعني لن نصبر أكثر من ذلك، يعني حتى ولو عندك أي شيء أعطني إياه. ثم سألها هل عندك شيء، فقالت عندي شعير وعناق، فبتقول فذبحت العناق اللي هي ايه يعني الجدي الصغير ولد المعز قبل ان يعني قبل استكماله الحول، يعني حتى ما مرش عليه عام، فبتقول فذبحت العناق اللي هو هذا المعز الصغير يعني، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمه في البرمه، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بقى بيقول ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث، يعني وضع اللحم مع هذه الأشياء الأثاث اللي هي الحجارة على أساس أنها يقوم بطهي الطعام عليها، يعني الحجارة اللي هي فيها النار هكذا. فبيقول يعني وأوشك على البرمة قد اللي هي فيها اللحم وهذه الأشياء كادت أن تنضج، يعني خلاص أوشكت على ليه أوشكت على أنها تطيب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له طعيم لي، ما قالوش طعام، طعيم يعني ده تصغير يعني على أساس أنه إيه كمية الطعام قليلة، طعيم. سيدنا جابر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، عشان الرسول هو بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الطعام من البداية، لأنه عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يؤثر الصحابة على نفسه ويأخذ أو يأخذ عدد كثير من الصحابة ويذهبون إلى بيته إلى بيت جابر، فهو بيقول له طعيم يعني ده شيء قليل. وبعدين بيقول له يا رسول الله قم أنت ومعك راجل أو اثنين يعني بالكثير، لو
أو سيأتي أحد بإيه اثنين معك رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ فبيقول فذكرت له الطعام يعني أنه هو شيء يسير وذكر له كمية الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب. أنا حتى هو طبعا في عرف الإنسان أنه ده طعام قليل، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالمعجزات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني كل زوجتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور يعني من الفرن حتى آتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا. ده قال للصحابة قوم. طب ما سيدنا جابر بيقول له قم أنت ورجل أو رجلان، فالرسول قال له لا، قال للصحابة إيه قوم. ده جيش، جيش ما هو ده ما هو جيش ما لأنهم في غزوة بيحفروا خندق وعمل، وبعدين ده مش جيش مثلا إيه يعني مثلا عنده وجبة الفطور وبعدين وجبة الغداء وبعد كده هروح يعني إيه يعني يأكل في العشاء شيء يسير ولا خفيف. لا ده ما ثلاث أيام لم يذوقوا شيئا، وبعدين مش النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط اللي هو يعني عصب على بطن الحجارة، ما هو أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إيه ومن معه. واحنا بنقوله ما هو الرواية بتاعت الإمام البخاري سيدنا جابر بيقول وبطن النبي صلى الله عليه وسلم معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. ثلاث أيام لم يتذوق شيء. طب بالله عليك ثلاث أيام لم يتذوق شيء وبطونهم معصوبة بالحجارة، وهذا جيش كامل هيروح يعمل في بيت جابر؟ وجابر ده ما عندوش غير يعني ده جدي صغير وكمية من الشعير، ويعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم أنت ورجل أو ده هو أراد فقط أنه يكرم النبي فقط يعني. ده لما وجد يعني لما وجد الحالة حالة الجوع التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقدم له شيئا، فبيقول له قم أنت ورجل أو رجلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كثير طيب. ثم قال للصحابة قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. ما هو خلاص يعني وقام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا. فقام المهاجرون والأنصار بيقول فدخلت. دخل بقى سيدنا جابر على زوجته، فزوجته قالت له ويحك، يعني كأنها تؤنبه، يعني بتقول له انت كده يعني كأنك تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت لك وانت رأيت الطعام وفي نفس الوقت قلت ان الرسول يأتي ومعه رجل او رجلان على قدر الطعام، وبعدين تقول له قد جاء النبي والمهاجرون والأنصار ومن معهم. ثم قالت له هل سألك النبي صلى الله عليه وسلم عن كمية الطعام؟ فقال لها نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تزاحموا، انتم داخلين يعني هم داخلين ياكلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا تتغاضوا يعني لا تزاحموا انتم في الايه في الدخول. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جعل النبي بنفسه يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور اذا اخذ منه يعني يغطي الأواني إذا أخذ منها، ويقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم حتى شبعوا وبقي من الطعام. يعني شوف سبحان الله زال النبي صلى الله عليه وسلم ظل يطعمهم وحتى بقي من الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة جابر كلي هذا وأهدي، يعني كمان إيه يعني أهدي الناس وأهدي الجيران، فإن الناس أصابتهم مجاعة. تخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعصب على بطنه الحجر والصحابة يقولوا ظللنا ثلاثة أيام لا نذوق زواقا، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لم يصل أي واحد فينا لأنه حتى إيه يعني ما فوتش في يوم من الأيام وجبة من الوجبات الثلاثة مهما كانت يعني مهما كان عددها أو مهما كانت نوعية الطعام التي يأكلها، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الجوع التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا معنى ذلك أن الإنسان مهما تأزمت به الأمور فما عليه إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين. في الرواية الأخرى لهذا الحديث أو لهذه القصة وهي أيضا رواية متفق عليها بيقول وهم ألف،
يعني الصحابة اللي قال لهم النبي قوموا كانوا 1000 واحد وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني ابتعدوا عن الطعام. سيدنا جابر بيقول وإن برمتنا لتغط كما هي، يعني ما زالت ممتلئة كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، يعني حتى اللحم ده طبعا من المعجزات، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهو الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال ربنا سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، واعلمنا الله سبحانه وتعالى انه خاتم النبيين، وفضله الله سبحانه وتعالى على كثير من الانبياء والمرسلين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق مراره الجوع، وبعدين مش يوم ولا ايام، ده ايام كثيره منها. هذا الموقف ده موقف من الايه، من المواقف التي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالايه، بعمليه الجوع. مش يعني الجوع مش يعني ايه، مش إنسان وجد ما يأكله وما يشربه ومع ذلك ربما حزين لأنه افتقد عمل مثلا، أو حزين لأنه لم يشتري سيارة جديدة، أو حزين لأنه لم يجد المال الكافي الذي سيسافر به هذا العام إلى بلده، أو حزين لأنه لم يجدد البيت هذا العام. ما يعني أحزان الناس كثيرة. نقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما وجد الطعام الذي يأكله حتى ربط على بطنه الحجر من شدة الإيه؟ من شدة الجوع. أيضا من النماذج الممتعة في الحقيقة في سلفنا الصالح قصة حاتم الأصم. حاتم الأصم في يوم من الأيام شقيق البلخي قال له قد صحبتني مدة 30 سنة فماذا تعلمت؟ فقال له، يعني كان حاتم الأصم ده يعني أحد تلاميذ شقيق البلخي، فبيقول له أنت صحبتني 30 سنة، 30 سنة وأنت معي، فماذا تعلمت في هذه المدة الزمنية؟ فقال له تعلمت 8 مسائل، اللي هي استطيع أن نطلق عليها إيه؟ خلاصة الحياة، خلاصة تجارب. ما أي واحد فينا بيمر بمرحلة إيه؟ تجارب متراكمة وبناء عليها بيسير في الحياة. اللي بنسموه ده إنسان عنده خبرات أو تجارب في سواء تجارب في عمله أو تجارب في حياته. فحاتم الأصم بيقول له أنا يعني في هذه المدة تعلمت، وتعلم أشياء كثيرة، ولكن الخلاصة فيها أو يستطيع أن يلخصها في 8 أمور، في 8 مسائل. الأولى بيقول له الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر. دي الدرس الأول. بيقول أنا لما بتأمل في الناس فكل واحد عنده محبوب، في واحد محبوبه في النساء، واحد آخر محبوبه في المال، واحد آخر محبوبه أنه هو يكون عنده البرستيج دياله أو الوجهة عنده والكرامة، وأنه يكون يعني رئيس ومش عارف إيه وهكذا، يعني ينظر إليه الناس نظرة اجتماعية إيه، يعني أنت عارف اللي بنسميها ليه الوجهة أو المكانة الاجتماعية. في واحد بيبحث عنها مثلا أنه يكون عنده سلطة معينة مثلا في عمل من الأعمال، أو واحد يبحث عن الوجهة والمكانة بسبب المال، إما لأن الوجهة دي إما بتكون بسبب المال أو بسبب العلم أو بسبب السلطة. فبيقول أنا في كل واحد عنده محبوب، فأنا جعلت محبوبي في حسناتي، لأن كل محبوب لأي إنسان بيفارقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى إيه؟ ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ يبقى عمله. فبالتالي طالما إن مفيش شيء سيدخل معي القبر إلا حسناتي أو سيئاتي، يبقى أنا جعلت محبوب هو الإيه؟ هو الحسنات، يعني أقوم بأعمال صالحة على قدر طاقتي. ده الأمر الأول المستفاد في تجربة حاتم الأصم، دي نسميها تجربة حياة. يعني لو ابنك مثلا، لو أنت أحيانا بتجلس كده مع أبنائك
ابنك الكبير مثلا ولا 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 مجموعه من ابنائك وبتقول لهم على تجاربك في الحياه، بتقول لهم او بيستشيرك مثلا يدخل في اي قسم دراسي او في اي مجال من مجالات العمل، فبتقول له والله انا يعني من خلال تجربتي في الحياه اعمل كذا، صح ولا لا؟ او تزوج هذه الفتاه ولا تتزوج هذه الفتاه، او من الممكن ان احنا نناسب هذه الاسره ولا نناسب من خلال تجربتك مثل ايه في التعامل. فحاتم الاصم بيقول التجربه الاولى او الدرس الاول اللي استفاده في حياته هذا الامر، بيقول اني نظرت الى القبر فاذا كل شخص له محبوب، فاذا وصل الى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. الدرس الثاني بيقول اني نظرت الى قول الله سبحانه وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لما الانسان ينهي نفسه عن هواها يعني لا يتبع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى سيدنا داود يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الايه الهوى فيضلك عن سبيل الله، لان اتباع الهوى يضل الانسان عن المنهج الصحيح. فبيقول لما الله سبحانه وتعالى قال ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، فبيقول فاجهدتها يعني جاهد نفسه في دفع الهوى حتى يعني استقرت بها على طاعة الله، يعني حاول أن، لأن في حاجة اسمها مجاهدة أنك تحاسب نفسك وتجاهدها حتى إيه؟ حتى تصبح النفس المطمئنة، لا تقول الله سبحانه وتعالى فيها يأتي والنفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية إيه؟ مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنة. الدرس الثالث بيقول حاتم الأصم فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، أو عندك شيء له قيمة تقوم بحفظه، ثم نظرت في قول الله سبحانه وتعالى وما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندنا ينفد وما عند الله إيه باق. يقول فكلما وجد معي شيء له قيمة وجهته إلى الله سبحانه وتعالى ليبقى لي عنده، كل ما يصبح شيء عندي له قيمة يعني مثلا من الأموال ولا من شيء خلاص أتصدق به في سبيل الله لكي يبقى عند الله سبحانه وتعالى. نحن طبعا عارفين قصة الشاه لما بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لسيدنا أنس يوزعها، فوزعها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعدين لما بيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي منها، فقال سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي إلا كتفها، يعني أنا وزعتها كلها إلا ليه إلا الكتف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم ليه الكتف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي كلها إلا الكتف، يعني أنت وزعته صدقة، ده هو الذي يبقى لنا عند الله سبحانه، إنما نحن الذي سنأكله ده هو الإيه هو الذي سيعود علينا، إنما الحقيقي الذي سيبقى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فإيه فأبقيت، صدقة التي تبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول الدرس اللي تعلمه دي خلاصة كما قلنا خلاصة في حياته، يعني بيقول فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. أنت بتحفظه لما بتحفظ هذا الشيء الذي له قيمة في البيت ولا بتحفظه في أي مؤسسة. بيقول ثم نظرت في قول الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وجد معي شيء له قيمة وجهته له يعني لله سبحانه وتعالى ليبقى لي عنده. الدرس الرابع اللي اتعلمه في حياته بيقول فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت لقوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت بالتقوى لأكون عنده كريما. لأن الأمر اللي احنا اتكلمنا عليه الوقت الواحد إيه يريد إن هو يبحث عن المكانة في الحسب أو النسب أو الشرف أو المال أو أي شيء كده يعني إيه ينظر إليه الناس نظرة إيه احتراما وتقدير. فبيقول لا، أن الكلام ده كله لا يعنيني في شيء، إنما الذي يعنيني هو نظر الله سبحانه وتعالى إلي، إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم، فعملت بالتقوى لأكون عند الله كريما. الأمر الخامس أو الدرس الخامس اللي استفاده حاتم الأصم في حياته بيحكيه لشيخه اللي هو شقيق البلخي، بيقول له في الأمر الخامس إن رأيت الناس يتحاسدون، أن كل واحد يحسد الإيه؟ يحسد الآخر. إن رأيت الناس يتحاسدون فنظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الإيه؟ الدنيا، يعني ليه بتحسد
أخاك قسم من الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فبيقول فتركت الحسد. أنا خلاص يعني أمر لا يعنيني، لأن أي واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه شيء ده مكتوب له ومقسوم له من عند الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، مش مديره اللي أعطاه ولا رئيسه في العمل هو اللي، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر له هذا الايه، هو الذي قدر له هذا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيه؟ إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. وده واضح في حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا يعني مسألة مفروغ إيه؟ مفروغ منه. فبيقول لما تيقنت هذا الأمر تركت الحسد، خلاص بقى ما أصبحت لا أنظر إلى فلان عنده شيء ولا فلان آخر ليس عنده شيء، تركت هذا ليه؟ تركت هذا الأمر. وده كان الدرس الخامس اللي تعلمه حاتم النصام في حياته. الدرس السادس بيقول: رأيت الناس يتعادون، يعني يتعادون يعني يعادوا بعضهم بعضا، كل واحد تجد له خصومة مع هذا، تجد له عداوة مع هذا. يقول: رأيت الناس يتعادون فنظرت في قول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم إيه؟ عدو فاتخذوه إيه؟ عدوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. فبيقول: فطرقت عداوة الناس واتخذت الشيطان عدوا. أصبح عدو الحقيقي هو ليه؟ هو الشيطان. يعني سبحان الله تجد كثير من الناس عندهم خصومات مع غيره، يتخاصم مع هذا ويتخاصم مع هذا، ربما يتخاصم مع هذا لأمور مالية، ويتخاصم مع هذا نظر لأمور فكرية، هو يفكر في ناحية والآخر يفكر في ناحية، هو اختلاف الفكر واختلاف المنهج. فبيقول: أنا ما يعني طرقت كل هذا وركزت على الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ فاتخذوه عدو. الدرس السابع اللي تعلمه حاتم الأصم في حياته بيقول: رأيت الناس يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه؟ رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بيقول: فاشتغلت بما علي. إيه اللي عليك؟ اللي هو زي ما قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت، اللي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتبتعد عما نهاك الله عنه، الله سبحانه وتعالى سيرزقك من الله من حيث لا تحتسب، ده وعد من الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت ما لا تعرف يعني من يرزقك الله سبحانه وتعالى من جهات ربما لم تكن تظن ان هذا الامر سياتي منه منفعه. يعني انت تبحث او انت تكسب جهدك في 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 في, في امور اخرى تبحث فيها عن الرزق، ويعطيك رزقك سهلا ميسورا من نواحي ايه؟ من نواحي، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبيقول: انا ركزت في اللي طلبه ربنا مني، انا ركزت فيه وتركت اللذع على الله سبحانه وتعالى. اللذع على الله سبحانه وتعالى ده سياتيني ده وعد من الله عز وجل. الامر الثامن او الدرس الثامن اللي تعلمه حاتم الأصم في حياته، احنا قلنا بقى دي تجربه حياه تعلمها في الممارسه العمليه في حياته، وتعلمها من استاذه وشيخه شقيق البلخي، وتعلمها من كتبه ودراساته، ولخص هذه التجربه في الايه؟ في الامور الثمانيه. الامر الثامن بيقول: رايت الناس متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحه ابدانهم. بس ما ممكن انت تتوكل على اي شيء من هذه الاشياء وتخونك هذه الامور، لان الحياه ليس فيها اي نوع من الضمانات، صح ولا لا؟ ممكن تكون في العمل اليوم غدا تخرج من العمل، ممكن اليوم تكون صحيح غدا تكون ايه؟ مريض. ف يعني مصارع السوء في الحياة كثيرة، ولكن الذي يقي الإنسان من مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في الايه؟ في العمر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما أنت تصنع المعروف ده بيقيك من الوقوع في الايه؟ في المهلكات وفي الأمور السيئة التي لا تعلم عواقبها. فبيقول: رأيت الناس متوكلين، لواحد متوكل على صحتي، واحد متوكل على عمل، واحد متوكل على شيء، فتركت كل هذه الأمور لأن ما فيهاش ضمان وتوكلت على الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما ذكر لأستاذه اللي هو شقيق البلخي
هذه الأمور للتمانية. ذكر له بعدها شيء آخر، قال له: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. ده خلاصة الخلاصة بقى، هو لخص له حياته في 8 دروس، وبعد كده بقى أعطاه الخلاصة، حتى خلاصة الثمان دروس اللي تعلمها في حياته. قال له: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به. في حد هيصلي مكانك؟ يعني ينفع مثلا واحد تقول له أنت هتروح المسجد اليوم في صلاة العشاء؟ قال لك أيوه. فممكن يقول لك مثلا بصلي كده 4 ركعات لما تصلي؟ لا. فبيقول: علمت أن عملي لن يقوم به إيه؟ لن يقوم به غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. يعني إذا كان الموت بيبحث عني فأنا إيه؟ أنا أحاول أن أسابقه بالعمل الصالحة. وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي منه. يعني فأنا في أي وقت في أي مكان، سواء كنت في بلدي ولا في بلد هاجرت إليها، فدائما أنا في معية الله سبحانه وتعالى، أنا في معية الله عز وجل. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فشفت الخلاصة. أي واحد فينا أكيد عنده هذه النوعيات من التجارب، بس في واحد يستطيع أن هو يعبر عنها بالكلام، في واحد يستطيع أن هو يعبر عنها بالكتابة، في زي وانت أي واحد ممكن الآن مثلا معظم الشباب يعبرون عن توجهاتهم وأفكارهم وتجاربهم من خلال مثلا يكتب إيه كده على تويتر، بيسموه تويتاية صغيرة كده، ولا يكتب على الفيس، ولا يكتب على أي شيء. ده نوع من التجارب في الحياة. طبعا سيدنا حاتم الأصم لخص تجربته في الحياة في هذا الأمر، بيقول: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يباغتني فأنا إيه؟ فأنا يعني من الممكن أن يأتي بغتة فأنا أباغته، يعني أقسم من الأعمال الصالحة، وعلمت أني لا أخلو من نظر الله سبحانه وتعالى إلي فأنا مستحي منه. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقك لن يأكله غيرك، فلتطمئن من ناحية هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.